نحن الآن على الطريق الدولي طريق حما دمشق. ها هي أرتال الدبابات، دبابات الجيش العربي السوري تعود إلى قطعاتها منسحبة من مدينة حما بعدما أنجزت المهمة التي كلفت بها في ملاحقة المجموعات المسلحة. ركل طويل من العربات الناقلة للجن، تخرج من مدينة حما على الطريق الدولية باتجاه دمشق، وقد أنهت مهمتها في إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة حما، ولاحقت الكثير من الجماعات المسلحة التي أرهبت السكان وروعت الأهالي وارتكبت الكثير من المجازر والفظائع ومثلت بجثث المدنيين وعناصر الجيش والأمن. وحدات الجيش العربي السوري بعد أن استجابت ولبت استغاثات ونداءات المواطنين بعد أن روعتهم العصابات والمنظمات الإرهابية استطاعت أن تعيد الأمن والاستقرار والبسمة إلى وجوه الأطفال في سرعة في عملية نوعية، وكانت حريصة على دماء وأرواح المواطنين كثيرا. كيف يمكن أن تصف الأوضاع الآن في حما؟ الأوضاع في حما الآن آمنة والأهل يشعرون بالأمان. الأهل يشعرون بالأمان كثيرا. هناك روايات بعد أن كانوا معرضين للتهديد من قبل هذه العصابات. هناك روايات كثيرة. هل خرج الجيش بشكل نهائي من المدينة؟ نعم خرج بشكل نهائي من المدينة. هناك روايات كثيرة قالت أن الجيش استخدم أسلحة ثقيلة في المدينة، هل تنفي أو تؤكد؟ الجيش لم يستخدم أي أسلحة ثقيلة، وكان هناك حرس شديد، نفذ مهمة نوعية جداً.
واستأصل الملط من هذه المدينة. من سيحل محل الجيش سيادة؟ لا يوجد أسلحة ثقيلة. هذه العربات هي عربات ناقل جن، والتنظيمات الإرهابية لديها أسلحة ثقيلة أكثر من وحدات الجيش. من سيحل محل الجيش سيادة العميد؟ في حال خروج الجيش وحدات الشرطة. الشرطة الشرطة يعني حسب التنظيمات المسلحة، وين كانت تتركز؟ تم استخدامها من قبل المسلحين. أين كانت تتركز؟ أسلحة ثقيلة ومتطورة. ما هي نوع الأسلحة التي يستخدمها المسلحون؟ أسلحة حديثة ونوعية ومتطورة جدا. هل هناك دولة معينة تصدر هذه الأسلحة ولا وين في مهمات مدن أخرى؟ الجيش بعد أن نفذ مهمته الوطنية بكل شرف وإخلاص سيعود إلى سكناته. من أين دخلت هذه الأسلحة؟ الآن كما ترون هو عائدا إلى سكناته الآن. من أين دخلت الأسلحة التي جاء بها الإرهابيون؟ يا حما، هل هناك مناطق محددة تبين أن المسلحين كانوا يتمركزون فيها؟ الآن سترون بأم عيونكم حجم الدمار والإرهاب الذي والتخريب الذي أحدثته هذه التنظيمات الإرهابية في مدينة حما. يا شباب صوروا بقى.